مغربات من العملاق المغربي طاهر الأسود، والذي سنشاهده بإذن الله في المقابلة التوديعية للحربة يوم 28 يناير 2012. دانيو إيلونغا للجماهير الحاضرة. Fighters, please to the middle of the ring. Ladies and gentlemen, may we please have your attention for the national anthems, starting with the first one for Mr. Jorge. Fighters, please go to your corner. Ladies and gentlemen, this is the It's Showtime World. إذا بعد السلام الوطني الإسباني والألماني بداية النزال خمس جولات من أجل الحصول على بطولة العربية It's Showtime ما بين الألماني دانيو إيلونغا والإسباني لورين خافير خورخي. دانيو إيلونغا ولد في 31 يناير 1987، خاض 41 نزال، فاز في 37 منها 33 بالضربة القاضية، وانهزم في 4 مناسبات. طبعا وراءه المدرب العالمي والشهير ريمي بونجاسكي، كما قلت هو أحد العمالقة التاريخيين لهذه الرياضة. ولو انه في البدايه دانيو إيلونغا كان يتدرب مع ازمير بورجيتش الاسباني، اخر ثلاث حالات فوز كانت ضد ديمتري انتونينكا وامبرتو ايفورا وتوماس سارارا. وبدايه الجوله الاولى نزال من خمس جولات، هل سينتهي قبل ذلك أم سنستمتع بالخمس جولات بين البطل العالمي دانيو إيلونغا والإسباني لورين خافير خورخي؟
دانيو ويلونغا قلت من أصل الكونغو الديمقراطية، واحد من 7 أبناء من عائلة تضم 9 أشخاص، الأم والأب والسبعة أبناء. دانيو إيلونغا يتمتع بإمكانية فنية كبيرة، والإسباني يتمتع كذلك برباط الجأش، كان نازل في المرة الأخيرة. العملاق الأرميني صحيح أنه خسر النزال، ولكن كان صراحة يعني قدم نزال كبير من الناحية الفنية، والصمد في 3 جولات. سد تانيو إيلونغا من كل الجهات والجوانب، يعني بهذه الطريقة على دانيو إيلونغا أن يكون يتمتع بلياقة بدنية كبيرة، لأنه لا يستطيع أن يواصل بهذه النسق مدى 5 جولات، لأن خافيير خورخي قلت يتمتع بلياقة بدنية كبيرة. وهو صراحة ملاكم مؤدب كثيرا، لورين خافيير خورخي الإسباني، يسارية عشوائية قوية اليسارية لخورخي، ويجيب دانيو إيلونغا بكل قوة باليمنى باليسرى بالركبة باللو كيك. في النزال الأخير لم يكن دانيو إيلونغا في أفضل حالاته، دانيو إيلونغا فاز بلقب الدورة الدولية لوان كينغ لوزن فوق 100 كيلوغرام بتاريخ 16/12/2008 ونهاية الجولة الأولى، وتحصل كذلك على اللقب الأوروبي الشهير بحساب دبليو كي الرابطة العالمية للكيك بوكسينغ بتاريخ 16/6/2009. والجولة الثانية لو كيك باليمنى والتسديد باليمنى باليد كذلك لدانيو إيلونغا، والكوتش الإسباني يصيح. الصيحات للكوتش الإسباني والتسديدات لدانيو إيلونغا الألماني الكونغولي. يسارية على مستوى الجانب الأيسر ثم لو كيك، ما زال خافيير خورخي يتقبل اللكمات والركلات، يعني لم يدخل إلى حد الآن، لم يقم بعمليات هجومية من شأنها أن تعيد دانيو إيلونغ إلى الوراء. دانيو إيلونغ هو الذي يعني يأخذ بزمام الأمور في هذا النزال. Come on.
تانيو إيلونغ آخر خسارة تعود إلى 9/10/2010 ضد إنريك زوا، وخذ بعد ذلك 4 نزالات فاز فيها جميعا. آخر نزال كان في فارسوفيا في بولندا ضد نيناد باغونيس بحساب الإيت شو تايم، وتمكن من المحافظة على هذا اللقب الذي ينزل من أجل الاحتفاظ به مرة أخرى. كان كذلك نافس في أمستردام في 6/3/2011 واحتفظ بنفس اللقب. دانيو إيلونغ لحساب الاي ام سي المجلس الدولي للملاكمه التايلانديه بعد حصوله على اللقب الشاغر لوزن تحت 95 كيلوغرام في 10/10/2009. ويعود خافير خورخي بقوه هذه المره في اخر هذه الجوله، ولو ان الافضليه تبقى لدانيو إيلونغ الذي حافظ على لقب المجلس الدولي للملاكمه التايلانديه في التحدي الاول بتاريخ 17/4/2010 عندما هزم التركي كازانكايا بالضربه القاضيه في الجوله الاولى. من نزال 5 جولات من اجل بطولة العالم لشو تايم، ودانيو إيلونغ يسدد لو كيك اولى لخافير والثانية لدانيو. أن يسدد رغم أنه يضغط، يعني صراحة يضغط، ولكن دانيو إيلونغ هو الذي يسدد وينجح في التسديد كذلك. مؤثرة اللكمة الأخيرة يسارية ممتازة خاطفة من لورين خافير مع تفاعل الجماهير الإسبانية. لورين خافير بطل الإسباني للهواة ونصف المحترفين والمحترفين كذلك، بطل أوروبا دبليو اي كيو. قلت انه انهزم في اخر نزال في مدريد ضد السورينامي تايرون سبونغ ذا كينج اوف ذا رينج بتاريخ 18/6/2011. طريقه اللعب التي يعتمدها دانيو إيلونغ، يعني يسدد لكمات سريعة، تبادل كذلك من لورين، ولو أنه هذه المرة يعني يصطدم بقوة هجومية وتصميم هجومي والجاهزية البدنية يا دانيو إيلونغ. قلت طريقة اللعب التي يتبعها تعتمد على لياقة بدنية عالية، لابد أن تتوفر فيك يا دانيو إيلونغ. وحذاري من الجولات المتبقية، 30 ثانية ما زالت في عمر الجولة الثالثة. حصد دانيو إيلونغ بطولة العالم للمواي تاي أقل من 95 كيلوغرام لحساب الآي كي بيو المنظمة الدولية للكيك بوكسينج في 11/12/2010 عندما فاز على الألماني كارل جليشينسكي
يحاول لورين خافيير العودة والتسديد أمام بداية الانهيار البدني لتانيو إيلونغا. قلت كان فاز على الألماني بالضربة القاضية بالجولة الثانية هذا الموسم 2011. استعله دانيو إيلونغا الألماني الكونغولي الذي أمامنا، وهذا الموسم صراحة يعني يعتبر أفضل المواسم بالنسبة لدانيو إيلونغا. استهله بالفوز ببطولة العالم كما قلت لحساب الإيت شو تايم لهذا الوزن، وعملية احتساب للورين خافير خورخي في بداية الجولة الرابعة من 15 ثانية الأولى كانت إصابة قوية. كان فاز دانيو إيلونغا والعودة من جديد يسدد يمينية ويسارية، ولكن ركمة من دانيو إيلونغا مرة أخرى ثانية والثالثة رابعة باليسرى هذه المرة. يتمتع بهاي كيك غير عادية دانيو إيلونغا ولو أنه لم يسجل منها ولا مرة هذه المرة في هذا النزال. قلت حاز على بطولة العالم ليت شو تايم بتاريخ 6/3/2011، وكنا استمتعنا بالأداء الفني والمهاري الجيد لدانيو إيلونغا في هذا النزال وفي النزالات التي تلتها كذلك عبر الجزيرة الرياضية. ثم عاد من جديد في 11/6/2008 بمدينة فارسوفيا ببولندا للدفاع عن لقبه وفاز بالضربة القاضية في الجولة الرابعة عندما أوقف الحكم تبادل قوي لكمال. ما زال صامدا لورين خافير خورخي. يسارية على مستوى القفاز وأخرى لدانيو إيلونغا، الأولى كانت لخافير خورخي. ممتازة الورائية الخلفية، هاي كيك غير عادية من خافير خورخي الإسباني، يشعل المدارج بالتشجيع. يمينية مستقيمة وركبة أخرى من دانيو إيلونغا، يعني عرف كيف يتحكم في جاهزيته البدنية رغم التعب الباقي والواضح. يحاول خاف دانيو إيلونغا أن يسدد بالركبة معتمدا على طول الجسد الذي يتميز به على الإسباني خافير خورخي، ولكن من حين لآخر يعود لورين ويسدد لكمات خاطفة وخاصة باليد اليسرى. الجماهير تريد من لورين خافير خورخي التميز أمام العملاق الألماني دانيو إيلونغا. ونهاية الجولة، يعني صراحة دانيو إيلونغا مع المدرب ريمي بونشاسكي بإمكانه أن يذهب بعيد، بإمكانه محو كل أبطال العالم في هذا الوزن، لأن له من الإمكانيات الفنية والخبرة وكذلك الجاهزية البدنية ما يؤهله أن يكون بطلا للعالم بأتم معنى الكلمة. ما يخون هذا الملاكم هي اللياقة البدنية. الجولة الخامسة والأخيرة، ودانيو إيلونغا في امتحان حقيقي من أجل الاحتفاظ باللقب العالمي ليت شو تايم بوزن 95 كيلوغرام، ولورين خافير خورخي الإسباني يذهب ويضغط إلى الملاكم الألماني دانيو إيلونغا.
يعني هناك في هذا الوزن صراحة يعني عمالقة عالميين، تايرون سبونغ السوريناني، دانيال جيتا، هذا الملاكم دانيو إيلونغا، السرية بعد تبادل ثنائي لدانيو إيلونغا، لكن السرية كانت لورين خافير لم يترك الفرصة، ممتازة ثنائية هاي كيك، هذه هي الهاي كيك التي كنت تكلمت عنها في الجولة السابقة، يتميز بها دانيو إيلونغا، أسقط بها العديد من الملاكمين من الضربة القاضية. دقيقة و45 ثانية لنهاية الجولة الخامسة والأخيرة، يسارية ناجحة على مستوى الفك الأسفل لدانيو إيلونغا. تصوروا أن هذا الضغط، هذه الركلات المتسلسلة والمسترسلة، هذه اللكمات المتتالية، الضغط المتواصل لدانيو إيلونغا، ماذا لو كانت له من اللياقة البدنية الكافية التي يمكن راهو كمل يعني المثال في الجولة الثالثة والثانية كما كان سابقا، رغم أنه في السن 24 سنة. كان فاز بسبع نزالات متتالية بالضربة القاضية. ثم فاز بنزالين بالحسم القضاة، ثم عاد وفاز ب 11 نزال بالضربة القاضية يعني متتالية. قوة كبيرة وإمكانيات فنية لهذا الملاكم الألماني الكونغولي، ممتازة ممتازة مع عملية انزلاق لدانيو إيلونغا الهاي كيك اليمينية. راحت عليك يا دانيو إيلونغا، كانت عندما تخرج هذه الهاي كيك يذهب مباشرة إلى الزاوية لينتظر الحكم ليحتسب والإعلان عن الضربة القاضية. ونهاية الجولة الخامسة، الجولة الخامسة ما بين العملاق الألماني الكونغولي دانيو إيلونغا والملاكم الإسباني لورين خافير خورخي. العملاق بونجاسكي من عشاق صراحة، يعني أنا شخصيا من عشاق المدرب حاليا والملاكم سابقا ريمي بونجاسكي، جيروم ليبانير، بيتر أرتس، إرنستو هوست، هذه أسماء تاريخية في عالم الكيك بوكسينج. هل سيحتفظ دانيو إيلونغا بالحزام لو أنه يعني نسبة مئوية كبيرة تلعب لصالح دانيو إيلونغا في الاحتفاظ باللقب أمام الإسباني لورين خافير خورخي؟ عالم ألماني وعالم الكونغو الديمقراطية. سيمون الرئيس الإيت شو تايم طبعا هو من سيسلم الحزام الذهبي لإيت شو تايم لبطولة العالم. We have Mr. Ricardo Melchor, President of the Academy of Referees, to give them a nice gesture. هدية. Muchas gracias, señor Ricardo Melchor, presidente de la Academia de Tenerife. And now, ladies and gentlemen, we have a winner in this world title fight. The judges decided by unanimous decision from the red corner. ودانيو إيلونغا يحتفظ بلقب بطولة العالم أمام الإسباني خافير خورخي لوريكس. أمام جماهير كبيرة جدا والروح الرياضية العالية
يعني داني ويلونغ عنده روح رياضية كبيرة، وصراحة كذلك الملاكم الإسباني لديه أخلاق عالية. في نهاية هذا النزال السادس والأخير لهذا اليوم لجولة تنريف بجزر الكناري بإسبانيا، داني ويلونغ يحتفظ باللقب. مشاهدينا الكرام، الحبيب الخضيري يحييكم، يستودعكم الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.